الغاية من هذا السباق هي تشجيع رياضة الدراجات الهوائية وتشجيع الرياضة بصورة عامة، لأن الرياضة أول شيء لها فوائد صحية للإنسان وكذا، فالشعوب كل ما تتقدم لازم أنه تمارس الرياضة وكذا. وفوائد الدراجة صحياً، سرعة التنقل خلال المدينة، وصحياً أكثر رياضياً، حتى الشعوب العالم في تطور، ازدادت تطورات مالتهم، التنقلات صار على خلال الدراجات البايزقلات يعني مثل ما يقول. اليوم العالمي هو اليوم احتفال كل شخص دراج، كل رياضي في رياضة الدراجات. احنا اليوم انطلقنا من منارة الحدباء امتداداً إلى مطار الموصل، اختارينا هذا الطريق حتى ننقل ونوصل للحكومة المركزية أنه واقع المطار نشوفهم، واقع المطار نشوفهم، حال الشارع، حال المدينة، حتى لعسى ولعله أنه يتم إعمار هذا المطار. قد يقيم اليوم ماراثون في محافظة الموصل في الجانب الأيمن منطقة القديمة، كانت الانطلاقة من منطقة القديمة إلى المطار الموصل، وكان عدد المشاركين ما يقارب 40 إلى 50 لاعب، والحمد لله أحرزت اليوم مركز الثاني. هناك ربط طبعا في الموضوع ما بين كل وسائل النقل، يعني واحدة تحتاج الأخرى. كانت النهاية في مطار الموصل لأنها فعلا أصبحت عقدة ومثار استغراب جميع سكان المدينة، لماذا لا يعمر المطار؟ ابتداء نحن نشكر كل القائمين على هذا الكرنفال الرياضي الذي انطلق في يوم العالمي لسباق الدراجات الهوائية، والذي انطلق من أعرق منطقة في مدينة الموصل وهي منطقة الجامع الكبير، وانتهى في مطار الموصل الذي هو مطلب جماهيري لمدينة الموصل. أنتم كما تعلمون نحن كسلطة الطيران المدني أكملنا كافة متطلبات التصميم، والكرة في ملعب محافظة نينوى ومكتب دولة رئيس الوزراء. صورنا كان بالطيارة. شوك وحجة. يلا. يلا ما صورناك. يلا دجلة.